اسمع وتأمل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قالت رسلهم أفي الله شك قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم يدعونا سبحانه هو يدعونا الله عز وجل يقول فقلت استغفروا ربكم ماذا قال بعدها إنه كان غفارا. يا داود لو يعلم المدبرين عني كيف انتظاري لهم والله ورفقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي ولتقطعت أوصالهم من محبتي. الله. يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني فكيف إرادتي في المقبلين إلي. الله. فرحمة الله عز وجل واسعة. من الذي يدخل ويقبل إلى هذه الرحمة؟